اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي بيت للكل. نحن ما زلنا معكم في الاردن، بيت الاردن الذي يحتضن كل الاخوه والاشقاء. نكمل معكم حلقات بيت الكل. الحقيقه انا سعيده انه هذه الحلقه من الاردن نتحدث فيها عن تمكين المراه العربيه. كثيرا ما تحدثنا عن تمكين المراه المصريه في مصر، ولكن هذا الحديث اليوم عن المراه الاردنيه والمراه العربيه بالتالي وما تنجزه على الارض من اشياء كثيره جدا جميله تعين دولتها وتعين الوطن العربي، وذلك ايضا انجازات كبيره جدا في الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. المرأة العربية هي ضيفة بيت للكل. نعم شافكي، ومرة ثانية مشاهدينا اسمحوا لنا نرحب بأشقائنا وأحبائنا الإعلاميين من التلفزيون العراقي والتلفزيون المصري والتلفزيون الفلسطيني داخل بيتكم التلفزيون الأردني. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. كما قالت شافكي، هذه الحلقة هي للحديث عن المرأة العربية المتميزة. المرأة العربية قطعت أشواطا طويلة مشاهدينا لتخرج من ثوب النمطية إلى التميز، إلى الإنجاز، مما فتح لها الأبواب للمشاركة في كافة الأصعدة، سواء كانت السياسية، الاقتصادية وغيرها، في كافة المجالات. بالفعل حقيقة المرأة العربية في جميع بلداننا العربية أصبحت أيقونة مهمة من أيقونات السياسة والاجتماع والثقافة والأدب، تتصدر المشهد العربي بشكل كبير. وقضية تمكين المرأة نشاهد اليوم جميع المؤسسات في جميع الوزارات المتواجدة في بلداننا العربية، هناك قسم خاص لتمكين المرأة يستمر ويعطي الدعم المناسب والاستمرار في العطاء في جميع الميادين. حقيقة المرأة العربية أخذت اليوم دورها الحقيقي في قيادة الكثير من المراكز الحقيقية، وأيضا استلامها المناصب المهمة لإيصال صوت المرأة وأيضا حتى الدفاع عن حقوق الرجال في بعض الأحيان. نعم أحمد، وحتى نضيء اليوم على آثار التمكين الذي نالته المرأة العربية، نطوف وإياكم مشاهدينا الكرام في حلقة بيت للكل مع مفاهيم التمكين السياسي الاجتماعي والاقتصادي في مختلف بلداننا العربية، والتي تصب في صالح الأسرة ككل من حيث تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاهية. نتابع وإياكم هذا التقرير. أصبح مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم المواضيع الاقتصادية المعاصرة، لما له دور مهم في دعم وتمكين المرأة والمجتمع. فالمرأة رديف أصيل للاقتصاد، قوة فاعلة للنهوض به، وينعكس ذلك على استقرار الأسرة والمجتمع. نستذكر هنا بعض النماذج لسيدات أردنيات برزنا من خلال مشاريع إنتاجية رائدة حققت جدوى اقتصادية، رفدت أسرهن ولو بالقليل من الدخل الذي ساهم في تخفيف أعباء المعيشة. بلشنا في مشروعنا إنه إحنا كنا صغار، يعني أنا بالنسبة إلي هلأ تقريباً يمكن 18 سنة أنا مبلشة في هذا المشروع. اتنقلت من حرفة لحرفة لحرفة لحرفة، آخر إشي استقريت تقريباً من 10 سنين على اللبسات العربي، لأنه لقيته عماله بيختفي، عماله بيندثر، أو إنه عم يجينا من برا وبيحطونا إياه بعمان. فبلشت أدرب فيه على النوال البسيطة، على الشغلات اليدوية المتنقلة من مكان لمكان، يعني ست البيت إنها تستخدمها، تعرف تشتغلها بالبيت كست أو بنت أو أي حدا. فكانت بدايتي على إنه أبلش معهم بفريمات، أبلش معهم بالنول. هذا النول بيكون أنت قاعد عليه، بده مكان، بده حيز، يعني غرفة لحاله إذا كان نول واحد. الداعم الأول هو زوجي، أولادي. اشتغلت بمراكز زي ما حكيت لك ذوي احتياجات، حبيت هدول الفئة، علمتهم وكانوا يطلعوا شغلات كثيرة عدا عن اللبسات العربي. أنا كسيدة أردنية قدمت للمجتمع بعض الأفكار والمنتجات البسيطة اللي بيقدر ياخدها الواحد كهدية لبرا أو لجوا، يعني أجانب عرب بياخدوها مني. قدمت لهم منتج بحلة جديدة بإشي جديد، علمت مجموعة كتير حلوة ولسه وما زلنا إحنا منعلم في جمعيتنا اللي هي في جبل عمان، ومنها كمعرض ومكان تدريب.
في بداية كانت عبارة عن هواية، وكانت هواية ظل كل حدا يجرب منتجي ويقولوا لي منتجك ممتاز. فشوي شوي كبرت هذا المنتج وصرت أشتغل فيه وأبيع هذا المنتج وأشارك بسوق جارة، أشارك بالبزرات بالطريقة هاي. يعني ما عندي مكان معين، ركزت على صابون زيت الزيتون بأشكاله، صابون الغار، زيت الزيتون، الكركم، كلها عبارة عن مواد طبيعية ما بيدخلهاش المواد الكيماوية. والكل عم بيفكر إنه هلأ عم برجع للطبيعة، عم برجع للأشياء الطبيعية. وعم كيف بدي أحكي لكم، يعني إنه أشياء أنا بحبها عم بشتغل فيها، عم بستفيد منها أنا وغيري، عم بفيد مجتمعي، عم بفيد ناس كتير بعدوا عن الأشياء الطبيعية. بحب أنصح كل سيدة في المجتمع إنها تكون ريادية وتعمل زي مشروعي هذا الصغير. أنا بديت من لا شيء، بديت يعني عبارة عن هواية، هواية حابة يعني إنه الكل يعرف هوايتي والكل يجربها. هي عبارة عن منتجات طبيعية ما بتختلف أبداً عن اللي بنستورده من برا، هو شغل محلي في مكاني الصغير في بيتي. أنا بشتغل هاي المنتجات ومكوناتها نفس المكونات اللي بنجيبها من برا، بس هاي إحنا بنشتغلها بالعكس وإحنا بنتقنها. ويعني ستات كتير جربوها وشافوا أنه هذا المنتج كتير يعني مناسب جداً وساعدهم بأسعار بسيطة، وهاي الأسعار إحنا استفدنا منها وهم كمان بيستفيدوا. ومن التقرير إذن مشاهدينا هنالك تفاوت بما حققته المرأة على كافة المستويات، سواء تحدثنا على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو نتحدث على مستوى الوطن العربي والدول العربية. لذلك ارتأينا في حلقتنا لهذا اليوم من بيت للكل أن نسلط الضوء على عدد كبير من قصص النجاح الذي ساقت به المرأة العربية مشوارا طويلا من العطاء. حقيقة اليوم قصة نجاح كبيرة في حلقة برنامجنا العربي بيت للكل. يسعدنا أن نتحدث حقيقة عن المرأة العربية، المرأة العربية التي كانت لديها الصفات في بداية البدايات وفي السنوات القديمة حقيقة، ومنذ فجر التاريخ وفجر السلالات كان دور مهم هناك للمرأة. لكن اليوم من خلال واحدة من النماذج التي نلتقيها اليوم هنا في الأردن، سيدة من المجتمع التي بنت ذاتها بجدها واجتهادها، درست القانون ونشطت مجتمعيا وتطوعيا، حملت طموحها وكرست حلما فترشحت لمجلس النواب وفازت نائبا في 3 انتخابات متتالية، فكانت خبيرة تشريعية مميزة دفعها لدخول مطبخ التشريع في وزارة الدولة للشؤون القانونية، بالإضافة إلى وزيرة للتنمية الاجتماعية ورئيسة إلى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. حقيقة نمزج والكلام مشرف، وأنا سعيدة جدا بهذا النموذج اللي حنلتقي به، سعيدة بالمرأة الأردنية والمرأة العربية. اسمحوا لي أرحب بمعالي الأستاذة وفاء، بجد أنا سعيدة بكل اللي بسمعه عن حضرتك من أول التحضير لهذه الحلقة، من الكلام اللي بنقوله. الحقيقة نفخر بوجود المرأة العربية في كل مكان. أنا عايزة يعني أنقل الكلام إلى بيت معالي الوزيرة وفاء بني مصطفى. قولي لي كيف تتعاملين، أنت تربين الأبناء وتتعاملين مع الشأن كمان الخارجي ومع العمل، ما هي الوصفة السحرية؟ أولا مساء الخير للجميع والله يعطيكم العافية، وأهلا وسهلا فيكم في الأردن، بيت للكل وبيت للعرب إن شاء الله دائما. وشكرا على هذه المقدمة اللطيفة والطيبة، وأنا أرى نفسي دائما بنجاح ونجاحات النساء العربيات في كل مشارق الوطن العربي أو مغاربه. وليست هنالك وصفة سحرية، وإنما هو بالتأكيد توفيق واجتهاد، توفيق من الله
عز وجل واجتهاد وعمل ومثابرة دائمة على العمل. دخلت السياسة في سن مبكرة بدعم كبير جدا من عائلتي وأسرتي. زوجي كان كما يعرف الأردنيون جميعا عامل نجاح قوي في مسيرتي لأنه كان الداعم الأول لي، بالإضافة لعائلتي لأنه كانوا أبنائي في سن جدا صغير لما دخلت السياسة للمرة الأولى، وبالتأكيد بعد ذلك أصبحت الخبرة القدرة على التعاطي. لا أقول أن هنالك وصفة من التوازن بين الحياة المهنية والحياة العائلية، ولكن دائما أقول بأنني أعرف تماما متى أضع العائلة أولا وأعرف تماما متى أضع العمل أولا بحسب الاستجابة للمواقف المتعددة والكثيرة. والتحديات في مسيرتي كانت متنوعة ومختلفة. في مرحلة العمل النيابي كانت مختلفة أيضا عن طبيعة العمل في الوزارة، والانتقال بين وزارتين أيضا كان أمر مهم وأساسي مع تركيز الدائم على إعطاء كل الوقت إلى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. هل ممكن أضيف هنا بأنه وراء كل امرأة عظيمة أيضا رجل عظيم؟ دائما يعني مهم، ليس بالضرورة، ولكن يعني أتكلم عن نفسي، أنا من المحظوظات دائما بدعم عائلتي أسرتي وبدعم إخوتي وأخواتي وعائلتي وعشيرتي، يعني قبيلتي في الأردن. يمكن لما ترشحت أول مرة للبرلمان أيضا كان في دعم كبير جدا، وبالتأكيد دعم المنزل والزوج أمر غاية في الأهمية. معالي الوزيرة، يعني المرأة العربية لم تعد بحاجة لكوتا لأن تحقق ذاتها وتنجز نفسها في كافة معتركات الحياة. بدنا نختلف من أول الحلقة. أكيد المرأة صار في لها دورها وصار في لها خبرتها وإنجازها اللي بوصلها للمراكز القيادية العالية. ماذا عن المرأة الأردنية؟ ما الذي أنجزته حتى يومنا هذا؟ يعني المرأة الأردنية عبر تاريخ الدولة الأردنية وبعد يعني دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية اللي بدأناها أيضا هذه المئوية بمسارات جديدة للمرأة في التحديث على مساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية وتطوير القطاع العام، حققت في المئوية الأولى الكثير للمرأة بذاتها وللأوطان، لأنه هنالك مقولة لجلالة الملكة: تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع. يعني تمكين المرأة عندما تنهض المرأة لا تنهض لوحدها، وإنما تأخذ بيدها المجتمع، تأخذ بيدها العائلة أولا ثم تنهض بالمجتمع ككل. فبالتالي يعني حققت النساء وصول كبير وموجودة في مواقع صنع القرار المتعددة والمختلفة، والمؤشرات الوطنية والدولية تثبت التقدم الكبير اللي حققته المرأة الأردنية. لكن أكثر ما دائما أؤشر عليه التطور الكبير على وجود المرأة في مواقع صنع القرار. يعني إحنا مثلا في الأردن لدينا حاليا عدد من الوزيرات 5 من 26 وزير في التشكيلة الحكومية. لدينا عدد غير مسبوق من الأمينات العامات والمديرات العامات، والأمينة العامة أو الوكيل الوزارة زي ما بيحكوا ببعض الدول العربية، هذا موقع جدا مهم لأنه الموقع الثاني في أي وزارة. إحنا لدينا الأمينات العامات موجودات في وزارات سيادية ومهمة وأساسية، وأيضا مديرات عامات لبعض المواقع الهامة جدا. وجودها في القضاء كان مميز وعلامة فارقة للنساء الأردنيات. أيضا نعمل حاليا وبعد إطلاق الحكومة الأردنية في 4 من ديسمبر الماضي الاستراتيجية الخاصة بتمكين النساء في رؤية التحديث الاقتصادي، نعمل بجد واجتهاد كبير جدا وبدعم من دولة الرئيس والفريق الوزاري بأكمله على أن يكون هنالك زيادة إن شاء الله لنسبة المشاركة الاقتصادية، لأنه هذا واحد لازال من التحديات الهامة. لكن لا أستطيع أن أمر على موضوع أنها لا تحتاج إلى الكوتا مرور الكرام، لأنه أنا كنت دائما في المطبخ التشريعي وأجد بأنه الكوتا أو المقاعد المخصصة
بأشكالها المختلفة والمتعددة كانت السبيل في كل العالم. يعني لا يوجد هنالك دولة في العالم استطاعت أن تقلص الفجوة الجندرية بين الجنسين دون أن تبدأ بشكل من أشكال التمييز الإيجابي للنساء أو حتى لفئات معينة. ويمكن إحنا في منظومة التحديث السياسي اللي شكل لها جلالة الملك لجنة ملكية ومرت توصياتها عبر المراحل الدستورية الثلاث وأنتجت تعديلا دستوريا للمرة الأولى يتكلم عن الأردنيين والأردنيات ويتكلم عن مادة متخصصة تتكلم عن المرأة في الدستور. هذا بالنسبة لنا كان انتصار كبير جدا. هنا وجود التأنيث في الدستور مهمة. طب أنا هنا ليا بس مداخلة سريعة، يعني هل حضرتك زي ما بتتكلمي كده أعتقد كمان أنه جلالة الملكة رانيا يعني هي نفسها يعني كملكة عظيمة تدعم الفتاة الأردنية والمرأة الأردنية، وأعتقد ده أيضا يعني له دعم كبير لوجود المرأة الأردنية ونجاحها في كل ما تحدثتي فيه. بالطبع جلالة الملكة رانيا نموذج قيادي بنفتخر فيه مش فقط كأردنيات، كل النساء العربيات صحيح. والمسلمات. وأنا كنت يعني في عندما كنت في البرلمان كنت ألتقي مع قياديات من كل العالم، هي يعني تمثل أيقونة نسوية وتركز بصورة كبيرة جدا على مفاصل هامة كالتعليم والطفولة وحماية الأسرة وحماية الأطفال. هذا أمر غاية في الأهمية، دعمها الكبير للفتيات أيضا، التركيز على تعليم الأشخاص من فاقدي السند الأسري وتركيزها على القضايا الإنسانية الخاصة باللاجئين وحق الأطفال اللاجئين في الحصول على التعليم. هذا جدا مهم وكان بالتأكيد له دور كبير جدا في دفع مسيرة ومسار المرأة الأردنية. لا ننسى أن أول كوتا منحت للنساء كانت في عهد أيضا جلالة الملك عبد الله الله يطول عمره وبنبارك له بعيد ميلاده، لأنه هو في 2003 أخذ على عاتقه إعطاء النساء أو الدفع باتجاه وجود قانون انتخابي يكون فيه حصة للنساء. معالي الوزيرة، حقيقة احنا أجمل الأشياء من توصلنا حتى البلدان العربية بنسمع النشميات الأردنيات، هذه بنسمع مفردة النشمية الأردنية نشعر بالقوة والصمود والتحدي والمطاولة والاستمرار. وفي بلداننا كان على صعيد العراق، رغم بأن دائما نقول مجتمعات الشرق الأوسط هي مجتمعات ذكورية، سلام ذكر بأن الكوتا ومطالب النساء والسيدات ما زالت مستمرة للكوتا في تمثيل المرأة. اليوم نتحدث أيضا عن جانب مهم في بعض الوزارات حتى في داخل العراق، نجد بأن السيدة أو المرأة عندما تستلم المنصب تكون أفضل من الرجل في تطبيق القانون والتشريعات القانونية في بعض الأحيان، ويكون المسار واضح. نعم. ولا تتعامل بالعاطفة نهائيا، رغم بأن السيدات يقولون النساء أكثر للعاطفة ممكن تنجرف إلى هذا الجانب. يعني أنا دائما أنظر إلى أنه عاطفة المرأة بالعكس هي عنصر لقوة قوتها في أي موقع هي تكون فيه، لأنه في كثير من الأحيان لا نحتاج فقط إلى القوة المجردة، التعاطي الإنساني غاية في الأهمية، ومن المهم جدا أن يكون هنالك يعني ما تمثل المرأة من قيم ومن رؤى ومن أفكار أن تجلب إلى الطاولة. هذا هو التنوع الذي يقدم لنا أفضل صور القرار وأكثرها حاكمية. لا نستطيع أن نأتي بأشخاص فقط مثلا يكونوا تكنوقراط بعيدا عن السياسة، لأنه دائما مثلا السياسي له وجهة نظر مختلفة عن التكنوقراط، وبالتالي كذلك لا نستطيع أن نأتي بطاولة عليها فقط النساء أو عليها الرجال فقط، عليها الكبار فقط دون الشباب. فأنا بعتقد دائما أنه ما نبحث عنه هو أن تكون طاولة صنع القرار تحتمل أكثر قدر
أكثر ممكن من الرؤى والأفكار والقيم، لأنها بتجلب أو بتتكلم عن مصالح الجميع. بيكون القرار الصادر برأيي أكثر اقترابا من الناس، أكثر تلبية لحاجات كل الفئات في المجتمع. التجارب أثبتت ما تكلمت فيه أستاذ أحمد، يعني التجارب أثبتت بأنه النساء عندما يتولين صنع القرار ويتغلب العقل على العاطفة بيكونوا أكثر نزاهة، عدالة، أكثر بعدا عن هذا الفساد. هذا موقف مني ومن سلام قاعدين بين ثلاث سيدات طبعا، أكثر بعدا عن الفساد. الدول التي استطاعت أن تحقق مستويات أفضل من التنمية المستدامة هي الدول اللي استطاعت تقلص الفجوة بين الجنسين بطريقة أكبر وأفضل. فأنا أعتقد بأنه حتى تقليص، دائما أتكلم بهذا الأمر ولا أخجل من تكراره، دائما أقول بأنه تمكين النساء ليس مصلحة للنساء وإنما مصلحة للمجتمعات والأوطان. يعني نحن لا نمكن النساء ترفا أو يعني حتى تكون النساء موجودات في مواقع محددة، وإنما لأن مصلحة المجتمع، مصلحة الأوطان هو أن يشارك الجميع في صنع القرار. نعم، اسمحي لنا معاليك، تحدثنا عن المرأة الأردنية، خلينا نعطي شافك شوي نتحدث عن المرأة المصرية من خلال تقرير. إذا مشاهدينا، المرأة المصرية هي أم المصريين وأخت المصريين وابنة المصريين، حققت إنجازات كبيرة جدا، واستطاعت مصر الشقيقة أيضا أن تعطي المرأة حقوقها من خلال الدستور المصري ومن خلال القوانين والتشريعات والأنظمة. نجد المرأة المصرية في المجال السياسي، المجال الاقتصادي، مجال الإعلام والفن وغيرها أيضا من المجالات. في تقرير، يبرز هذا التقرير التميز وواقع المرأة في مصر. المرأة المصرية هي إحدى أهم ركائز الدولة المصرية عبر التاريخ. كانت البداية منذ أكثر من 4500 عام في مصر القديمة بظهور بسشت، أول طبيبة مصرية يذكرها التاريخ. واستمر تواجد المرأة وبقوة بنساء حكمن مصر مثل حتشبسوت وكليوباترا وشجرة الدر، حتى جاء زمن الرائدات، فكانت سهير القلماوي أستاذة جامعية وصحفية، لطيفة النادي أول كابتن طيار مصرية، سميرة موسى أول عالمة ذرة، مفيدة عبد الرحمن أول محامية، صفية زغلول أم المصريين والرمز الثوري الكبير، هدى شعراوي إحدى الرائدات التي اقترن اسمها بالنضال السياسي، نبوية موسى رائدة تعليم الفتيات، روز اليوسف أحد أهم أعلام مصر الصحفية. واليوم تمتد الخطوط ليكتب التاريخ من جديد على يد مصريات معاصرات جدد. وعلى سبيل المثال للحصر، نجد نور الشربيني الملقبة عالمياً بملكة القفص الزجاجي، فريدة عثمان بطلة العالم في السباحة وسمكة مصر الذهبية، سارة سمير بطلة أبطال رفع الأثقال في العالم. تمكين المرأة ليس مجرد مصطلح يستخدم، لكنه مفهوم يجب تنفيذه لمن تستحق التمكين بمجهودها وعلمها وتميزها عن غيرها. شكراً للمرأة المصرية على كل ما تقدمه من أجل الوطن. تحية تقدير واعتزاز للمرأة المصرية على كل ما تقدمه من أجل الوطن. طبعاً وأنا أشاهد هذا التقرير وأنا موجودة في التلفزيون الأردني، فبحس قد إيه المرأة المصرية أنجزت حاجات كتير، والسنين بتقول المناصب اللي عملت فيها المرأة المصرية بشكل كبير. المرأة المصرية مش بس الوزيرة والمحافظة والقاضية، ولكن حتى المرأة المصرية البسيطة هي مرأة تعيل أسرتها.
كم من الأسر البسيطة تعلها امرأة مصرية بسيطة وتستطيع أن تقدم إلى المجتمع أجيال وأجيال من الوعي ومن الثبات ومن الوطنية أيضا بشكل كبير. يمكن كمان المرأة المصرية حظيت هذه الأيام باهتمام القيادة السياسية، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيساعد المرأة وأيضا بيحاول أنه يجد الكثير من الأشياء اللي ممكن تمكن المرأة، وخاصة أخيرا قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمرأة داخل منزلها. بالتأكيد يا شافكي، حقيقة المرأة العربية تستحق كل التقدير. اليوم الكلام على المرأة، اليوم احنا متنازلين عن حقوقنا الرجال. انا وسلام علي الوزيرة، وطبعا تكلم عن التمكين، انت عندك ثلاث سيدات، طبعا ثلاث سيدات الاردن ومصر، ويعني ودائما نقول السيدة هي الام وهي الحبيبة وهي الزوجة وهي كل شيء. دائما الارض المعطاءة هي يعني، وهي القائدة أيضا، وهي القائدة في بعض الأحيان. مع الوزيرة اليوم نتحدث أيضا عن جانب التمكين. حقيقة المقارنة بأن احنا اليوم نتحدث عن الجانب العربي بين بلداننا العربية لتمكين المرأة في تسنمها مناصب سيادية وقيادية في بلدانهم. اليوم لو قارنا بين المرأة العربية والمرأة الأوروبية في قضية استلامها المؤسسات والوزارات والتشريعات وأن تكون قيادية، من استطاع أخذ أكثر حق المرأة الأوروبية من المرأة العربية؟ لا، إذا يعني أنا بعتقد أنه المقارنة من ناحية الأرقام مش مصالح المنطقة العربية كثيرا، لأنه في هنالك خارطة في كل العالم اسمها خارطة النساء في العالم، تصدرها الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، كل عام تصدر هذه الخارطة تتكلم عن الأرقام من ناحية التمكين، يعني النساء على كافة المستويات السياسية من مستوى رئاسة الدول إلى مستوى رئاسة الوزراء إلى مستوى رئاسة البرلمان إلى التمثيل في الحكومة إلى التمثيل في البرلمان. هنالك حقيقة تقدم للمنطقة، أوروبا، أمريكا اللاتينية، أيضا أفريقيا، في كثير من المواقع والأمور. يعني الخارطة ستصدر في شهر 3 بمناسبة انعقاد يوم المرأة العالمي، مؤتمر، نعم، مؤتمر المرأة أو لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، وستصدر الأرقام لهذا العام. ولكن أنا بعتقد أنه المهم في كل الدول أن يكون هنالك مسار واضح، وأن يكون هنالك دائم تقدم إلى الأمام. يعني مرات في بعض الأحيان ننظر إلى يعني إلى ما حققنا ونجد بأنه ليس يمكن على مستوى الأرقام مساوي لبعض، ممكن النوعية تتفوق على الكام. وأيضا لابد أن نعي بأنه كل دولة لديها تحدياتها. يعني احنا في الأردن الآن أغلب التمكين السياسي لدينا معتمد على الأفراد وليس معتمد مثلا على الأحزاب كما هو الحال في بعض الدول الأخرى العربية أو الأجنبية. هنالك عوامل عديدة تدخل في موضوع الأرقام، ولكن أنا بعتقد أنه في إرادة حقيقية في المنطقة العربية وفي خطوات جدا مهمة، لا يمكن أن نغفل ما يجري في الخليج العربي تحديدا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية. التمكين الكبير اللي حصل في المرحلة الأخيرة على صعيد قوانين الأحوال الشخصية، على صعيد التمثيل السياسي في مجالس الشورى أو في المجلس الوطني في الإمارات، وجود نساء تستطاعوا في تلك الدول في الإمارات وفي مثلا البحرين أن يصبحن رئيسات للبرلمانات مثلا. فيعني هنالك يعني خطوات هامة وكبيرة، لكن أنا بعتقد بأنه أيضا علينا أن نكون نعي تماما بأنه عملية التغيير يجب أن يرافقها دائما تغيير في الثقافة، لأنه هذا اللي بيعطي الاستدامة الحقيقية. معالي الوزيرة، لعلها واحدة من أهم الأسباب التي تعيق تمكين المرأة بعض المعايير الثقافية، بعض أيضا المصالح نتحدث بشكل عام. صح. ليست مسؤولية المشرعين وليست مسؤولية الحكومات فقط. نحن بحاجة أيضا للمؤسسات المدنية لأن تلعب دورا أكبر في
الحفاظ على هذا التمكين للمرأة. ما هي المعيقات وأصعب وأهم المصاعب التي تواجه المرأة في ظل هذه الظروف؟ هذا جدا مهم، وأنا بعتقد مرة ثانية أنه الثقافة جدا مهمة. الآن المسار اللي أطلقه جلالة الملك للتحديث السياسي، يعني أول وأهم عامل فيه هو الثقافة المدنية، كيف نربي أبنائنا في المدارس، التربية المدنية في المدارس، كيف نربي أبنائنا على قيم حقوق الإنسان، على احترام حقوق المرأة، على أن المرأة فاعل ولاعب حقيقي في السياسة. هذا أنا باعتقادي جدا مهم. تأتي بعد ذلك تدابير مثل الكوتات والحصص التي يقدمها المشرعين أو تقدمها الحكومات كعوامل محفزة، ولكن علينا أن نعمل كثيرا على التعليم وعلى الثقافة. وأيضا يجب أن يكون هنالك دور كبير تلعب وسائل الإعلام، والآن الإعلام الموازي له وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعني هنالك مثلا وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار رافقوا أيضا تحديات، تحدي العنف السياسي، تحدي التنمر الكبير الذي قد يصاحب وصول بعض النساء إلى مواقع صنع القرار والحكم عليهن من طريقة اللبس أو من طريقة الظهور أو من طريقة الكلام. يعني هنالك تحديات أيضا بالنسبة لنا في الأردن مرتبطة كما قلت بأن الوصول في البرلمانات السابقة كان وصولا فرديا، في حين بأنه إن شاء الله بدءا من البرلمان القادم سيكون هنالك حصة للنساء في الأحزاب. أيضا التحدي الاقتصادي، لأن المرأة تحتاج إلى أن تستثمر بنفسها، لأنه ما في حزب بوقف أو يقف وراءها أو يسندها في وصولها، فبالتالي هي تحتاج إلى أن تستثمر. فهنالك كما قلت أنت المصالح والداخلين الجدد إلى عالم السياسة دائما أقول لهم يلاقون بعض المقاومة، لأنه المقاعد والحصة محدودة، فبالتالي أي داخلين جدد سواء من الشباب سواء أحزاب تحمل أفكار جديدة، نساء لم يتعود المجتمع والمناطق والدوائر المحلية على إخراجهم، أكيد بالتأكيد سيلاقي مقاومة ممن كان مسيطر تاريخيا على هذه المواقع. فبالتالي من المهم جدا الوعي بكل هذه التحديات واجتراح الحلول. يعني واحد من أهم الأمور اللي دائما بنتكلم عنها موضوع أنه كلما كان هنالك تحكم كبير بقدرة المال مثلا على يعني على التحكم في السياسة يكون هناك فرص أفضل للنساء وللشباب، كلما كان هنالك فرص متساوية في الظهور الإعلامي، فرص متساوية في الوصول إلى الموارد داخل الأحزاب، إن شاء الله مع وجود الأحزاب في الانتخابات القادمة أنا بعتقد في فرص أفضل راح تكون للنساء. معالي الوزير عذرا على المقاطعة، لكن في بعض الأحيان ذكرت كثير من المعوقات ونسيان قضية مهمة، قضية بعض النساء لا تدعم النساء حقيقة في بعض المناصب للترشيح والتصويت على مناصب مهمة، تكون ما أعرف جزء من الغيرة يكون، بالإضافة إلى بعض المجتمعات تعتبر. يا أخي أحمد أنا نفسي واحد مرة يسألني بعض الرجال لا يدعمون الرجال طبيعي يعني بتحصل بتحصل يعني ليس بالشرط أو واجبا على كل النساء أنهم ينتخبوا النساء، يعني كما هو الحال بالنسبة للرجال. يعني بالعكس إذا بدك تجربتي أنا الشخصية وبتسألني عن تجربتي، لطالما كانت النساء داعما حقيقيا في مسيرتي ومساري. كان إحنا في الأردن لدينا المصوتين من النساء في مراكز مختلفة عن المصوتين من الرجال، فنستطيع أن نعرف مثلا عدد الأصوات التي تأتينا من النساء. راح تشاهدون الرجال اللي يصوتون للنساء أكثر مثل ما نشوفها ببلداننا، بالإضافة إلى بعض المجتمعات تعتبر المرأة الحلقة الأضعف حقيقة. هذا خطأ. هو أنا بعتقد هل هي ثقافة برضو مغلوطة؟ هي في ثقافة يعني مغلوطة. هو الذكورية قد يعني تكون في صورة مرأة وقد تكون في صورة رجل. يعني هو التفكير نفسه، ولكن لا أعتقد إنه الأمر له علاقة بالجنس بقدر ما له علاقة بالنمط اللي نشأ عليه الشخص بحد ذاته، لأنه بالتأكيد وجد الدعم كبير من الكثير من الرجال والكثير من النساء وأنا وغيري. يعني وهذا يمكن تسأله لأي سيدة في الأردن، لكن أن يعني نبقى نركز على قصة بأنه النساء
لأنه هذا موروث في بعض الأحيان وثقافة، ويحتاج إلى أن نعمل عليه وأن نعمل عليه جيدا، لأنه هذا له علاقة أكثر بثقافة المجتمع، بتركيبة المجتمع، بالنمط الفكري، وكيف تنظر المرأة إلى المرأة، وهل فعلا لكن يعني معالي الوزيرة الذكورية مطلوبة بعض الأحيان، يعني هناك بعض الرجال الذين يغارون الذكورية ليست الغيرة على الرجال يعني. أيوة إنه بالضبط، لا إنه في الغيرة ومبدأ إنه ثقافتنا العربية أيضا أحيانا يعني تحاول تكبح جماح المرأة بكل المجالات نوعا ما، خلينا نتحدث بصراحة يعني. يا سلام، ليس دائما طبعا، إحنا عندنا أمثلة هلا عم نطرحها بشكل عام. أعتقد إنه المجتمع تخطى ذلك يعني بهذه المستويات العالية من التعليم للأردنيات، حرص الأردنيين مثلا الكبير على تعليم بناتهم، على يعني توفير أفضل فرص التعليم والعمل لهن. أنا بعتقد بأنه تجاوزنا ذلك في كثير من الأحيان، يعني وبطل هنالك النظرة التي تنظر إلى المرأة بأنه هي كائن قابل للكسر أو للخدش من أي احتكاك مع العالم الخارجي، وبالعكس يعني المجتمع يقوم كما هو يقوم على أكتاف الرجال، يقوم على أكتاف النساء. لدينا نسب عالية من النساء يعني المعيلات لأسر أو اللي بتحملوا زمام الأمور في يعني في الأخذ بأيدي أبنائهن وبناتهن وإخراجهم بأفضل طريقة. بس هنا المجتمع بيقبل لما تبقى الأم ماما وبابا بيقول لك طبعا ربنا يعينك وإحنا معاكي يعني أحيانا صحيح. يقبل المجتمع إن المرأة تكون دور في مكان الدكتور ما بتقول، وأحيانا المجتمع بيبقى مش قابل ده. ما إحنا بنحكي مرة تانية عن إنه لما بنتكلم عن السلطة، عن المواقع السياسية، مواقع صنع القرار، نتكلم عن السلطة، القوة، الهيمنة، هذه يعني دائرة يتنافس عليها دائما الجميع، وبالتالي لا تقوم على إفساح المجال، وإنما صحيح. تقوم على شق الطريق غصبا عن الكل. معاليك، رغم أنه زي ما حكينا المرأة في كل الدول العربية الآن من المرأة البسيطة، جداتنا وأمهاتنا اللي ربت أسر واستطاعت إنها يعني تخرج رجال للمجتمع، للمرأة اللي وصلت لأعلى مناصب في 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 الدولة، في أي دولة عربية، لكن لازلنا منعاني من الفجوة اللي حكيتي منها في بداية البرنامج، الفجوة ما بين الجنسين في المشاركة في الحياة بمختلف المجالات. إحنا وين هنا كدول عربية بحاجة؟ هل نحن بحاجة أن نكون كدول عربية نرسم استراتيجية كبيرة حتى نخرج من هاي الفجوة؟ والله هذا سؤال جدا مهم دكتورة بصراحة. صحيح يعني، وهذا يمكن احتل نقاشات كبيرة في الآونة الأخيرة على صعيد عالمي، أن النساء رغم أنهم استطاعوا ممكن يضعوا لأنفسهن أدوار خارج إطار المنزل والعائلة، إلى أن الأدوار التقليدية والمسؤوليات التقليدية داخل الأسرة بقيت على عاتق النساء لوحدهن. ظهر هذا الحديث كثيرا على يعني بعد كوفيد أو أثناء كوفيد وأثناء فترة الحظر. لماذا؟ لأن النساء كانوا مطلوب منهم يشتغلوا أونلاين، ومطلوب منهم يدرسوا الأولاد اللي في معهم جالسين في البيت، وظهر في العالم كله ما يسمى بكيف يمكن أن ينظم العمل الرعائي أو الأعمال التي تقوم بها النساء دون مقابل، سواء الأعمال المرتبطة برعاية كبار السن أو الأطفال أو حتى تدريس الأبناء وكل هذه الأمور. ويعني هنالك مدارس متعددة ومختلفة في العالم، وممكن دول مثل يعني في دول أخذت ذلك بعين الاعتبار. أنا بعتقد بأنه يعني قوننة العمل الرعائي هي خطوة مهمة، لكن يجب أن نذهب لها بكثير من الوعي والتدرج بما يتناسب مع المجتمع، ويعني وتدخل ضمن رؤيتنا لتمكين المرأة، ولكن بصورة واعية ومتدرجة وتتناسب مع ثقافة المجتمع. نعم، مع الوزيرة، عذرا استسمحكم دقائق قصيرة، بما أنه المرأة العراقية أيضا صاحبة
ريادة في قضية الإدارة المؤسسات الإدارية وأيضا صاحبة المناصب، بما أنه التجربة السياسية العراقية أخذت المرأة العراقية على عاتقها الكثير. سوف تكون هناك إضاءة أخرى لكن هذه المرة من العراق. مشاهدينا نتابع هذا التقرير من العراق بلاد الرافدين عن تمكين المرأة ومتواصلين. لطالما أثبتت المرأة أنها قادرة على تسنم المناصب القيادية والإدارية جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، إلا إنها لم تمنح تلك الفرصة على الرغم من وضع الحكومات المتعاقبة استراتيجية وطنية لدعم وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ليس ذلك فحسب، فقد منح الدستور العراقي المرأة حق الكوتا في الانتخابات، وهو ما نسبته 25% من مقاعد البرلمان منذ العام 2003، إلا إن هذا الحق يعد خجولاً، ذلك أن المرأة لم تستلم مناصب رئاسية أو تنفيذية مهمة، وظلت الذكورية تهيمن على الرئاسات الثلاث ونوابها والسلطة القضائية، بل امتد إلى الحكومات المحلية واختيار أسماء للمحافظين للمحافظات كافة، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً من الحكومة العراقية التي أعدت خطة استراتيجية وطنية خاصة بالمرأة من العام الحالي وحتى العام 2030. تشترك فيها وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وتمكين المرأة سواء التي تعيش في الأرياف أو المدن بصورة تضمن لها حقوقها وتحقق العدالة الاجتماعية. لبرنامج بيت للكل، سمير الحميدي، بغداد. ما زلنا متواصلين معكم، والحقيقة الحديث دايما رائع عندما نتحدث عن المرأة ودورها، لأنه المرأة هي نصف المجتمع العربي كله. معالي الوزيرة، يعني لسه برضو أنا عايزة أرجع أتكلم عن الحلقة الأضعف. خلينا نتكلم على زي ما حضرتك قلتي الثقافة بشكل عام، وهنا لما بتكلم على الثقافة فأنا بتكلم كمان عن الدراما مثلا، بتكلم عن السينما، بتكلم عن وضع المرأة واستغلال المرأة أحيانا في بعض الأشياء الترويجية اللي بتخلي المرأة وكأنها جزء من سلع، والاستهانة بعقل المرأة وبتعليم المرأة رغم تبوؤ المرأة لأماكن يعني كثيرة جدا في المجتمع العربي، مازال برضو هناك ثقافات مغلوطة لابد أن يعني نعمل عليه. فكرة أنه مثلا هناك عمل مرأة أم رجل، مثلا زي البنوك عادة تفضل عمل الرجل لأنه ساعات أطول، فتلاقي المرأة هي الحلقة الأضعف، وأمثلة كثيرة، يعني هذا مجرد مثل. رأيك إيه في ده؟ إزاي نقدر يعني نعمل على هذه المحاور والموضوعات؟ والله النقطتين جدا مهمات. النقطة الأولى المرتبطة بفكرة تسليع المرأة والنظر إلى المرأة على أنها يعني جسد ومظهر. صحيح. وللأسف الشديد يعني كمان أنا بحكي بأنه دائما يجب أن ننتبه إلى الفتيات الصغيرات واللي في سن المراهقة من السيطرة الكبيرة جدا لفكرة المظهر على وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة والمختلفة، والاعتقاد بأنه المظهر هو أهم شيء. وأنا بعتقد بأنه هذا أمر يعني علينا واجب كبير تجاه أبنائنا وبناتنا بالتحديد، يمكن البنات بصورة أكثر من الأولاد. يعني إحنا في الأردن هنالك كان عدد من الحملات أو الدعايات الترويجية لبعض السلع اللي كان فيها استخدام ل يعني الأنوثة أو المرأة أو حتى الألفاظ اللي بتخص النساء بطريقة غير مناسبة، وبفعلاً بفعل مؤسسات المجتمع المدني والناشطات الفاعلات اللي بيراقبوا هذه الأمور تم رصد مثل هذه الأوضاع.
احنا اشتغلنا قبل فترة وكانت مبادرة عربية أثناء وجودي في البرلمان مع ائتلاف البرلمانيات العربيات المنهضة للعنف ضد المرأة، على فكرة إنشاء مرصد براعي اللغة، براعي أيضا أن يتم التعامل مع الألفاظ التي سواء من المذيعين أو من المذيعات من الإعلاميين أو الإعلاميات بطريقة حساسة للنوع الاجتماعي اللي حكيتيه عن موضوع الدراما، أمر غاية في الأهمية لأنها هاي بتوصل رسائل لا توصلها مئات الكتب. صحيح. قد يكون مسلسل صحيح. واحد يوصل الكثير من الرسائل الهامة عن معاناة النساء. هذا بصراحة صراحة موضوع مهم جدا ويجب أن يولى الكثير من الاهتمام والتركيز، لكن بما يتعلق مثلا بعمل النساء في بعض القطاعات، احنا مثلا في الأردن لدينا القطاع المصرفي ليس فقط قطاع صديق بالمرأة ولكنه أيضا أطلق مؤخرا وتحت رعاية جلالة الملكة مبادرة بـ Women in Board، يعني النساء أيوة. في مواقع صحيح. احنا الحياة عايزين نحطها في كل مكان صحيح. يعني Women on Board. فإحنا مثلا البنك المركزي الأردني توجد فيه 3 سيدات من 9 أعضاء، يعني الثلث من الأعضاء مجلس الإدارة هم من السيدات. الآن أيضا برامج أو تعليمات الحوكمة اللي أصدرها البنك المركزي للبنوك التجارية أن يكون هنالك نسبة لا تقل عن 25% من مجالس إدارة البنوك، لأنه إحنا دائما للمرأة انه ما بدنا بس النساء في قاعده الهرم، نريد النساء في قمه الهرم. الهرم بس انا عايزه اقول لحضرتك كده اضربي بالعين، شوفي احنا في الاستوديو ما فيش، يعني هتلاقي المصورات قليلات صحيح برضو، يعني هناك في نسبه كبيره لا زالت حكر مظبوط، حتى عندنا في التلفزيون نفس الشيء. وانا بعتقد انه مثلا بتطلعي على البلدان العربيه غالبا هيقطعوا علينا الارسال. لا هو طبعا هساني وسلام خاصه اذا كان مخرج المخرج يقول انا وسلام نلقى لنا كوكب ثاني الرجال. أيوة. يعني احنا ما خلونا تريدون المصوره والمذيع. يعني ما عليك، دور المراه ريادي متواجده في كل مكان، في رئاسة الوزراء، كوزيرة، في كافة المناصب المتقدمة في المجتمع المدني، لكن المرأة الفلسطينية أيضا لديها خصوصية طبعاً. فهي أم الشهيد، هي أم الأسير، هي أيضا المقاتلة الأولى في الخندق الأول، تحمل السلاح وتضمد الجراح في هذا الصمود الأسطوري المستمر لأكثر من 100 عام تقريبا في فلسطين، ما كان ليحدث دون انخراط لكافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، مع دور جدي ومركزي للمرأة فيه كونها ببساطة كل المجتمع في نصفه. نعم سلام، وتعقيبا على كلامك عن المرأة الفلسطينية مشاهدينا، إذا أردت أن تنظر إلى مجتمع فانظر إلى نسائه، ولذلك نشاهد أيضا ونلمس مدى وعي المجتمع الفلسطيني والمرأة الفلسطينية، لأن هذا المجتمع تربى وترعرع على يد امرأة قوية استطاعت من خلال يعني تربيتها لأبنائها أن تغرس لديهم الصمود والكبرياء والشموخ. دأبت المرأة الفلسطينية السير في خطى ثابتة منذ قرن من الزمن لتتبوأ مكانتها الريادية والطبيعية في سفر تاريخ هذا الشعب، الضاربة جذوره في عمق الحضارة الإنسانية، مستلهمة الصبر والعمل الدؤوب والتضحية ونكران الذات من ابنة الناصرة العلية سيدتنا مريم العذراء، التي أصبحت أيقونة خالدة في كتب الله السماوية وبين مليارات المؤمنين في كل الأزمان، ليكون هذا الإرث التاريخي المجتمعي الفريد إضافة لرسالتها الإلزامية في صدارة المشهد الوطني المناهض للاستعمار والاحتلال الذي لم ينفك حتى يومنا هذا. فمنذ تأسيس زليخة الشهابي وإيميليا السكاكيني أول اتحاد نسائي فلسطيني عام 1921 وتشكيل لجنة السيدات العربيات على إثر أول مؤتمر عقد في القدس عام 29، والمرأة الفلسطينية تقود مسيرة من الريادة والطلائعية في أبعادها الوطنية والمجتمعية والتربوية لتشكل حالة مبكرة من الوعي الجمعي
الذي انعكس سريعا بوصول نسبة الطالبات الإناث في المدارس إلى 43.5% من مجمل طلاب فلسطين في العام 1945. وشكل انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 65 بأبعادها التحررية على مستوى الأرض والإنسان ساحة أوسع لانخراط المرأة في فضاءات أكثر قيادية وتأثيراً من خلال مؤسسات منظمة التحرير، ليصبح الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منبراً وجواز سفر نقل تجارب نساء فلسطين إلى العالم تأثراً وتأثيراً، لتتبوأ مواقع متقدمة على مستوى صنع القرار الفلسطيني في تشكيلات الفصائل والمؤسسات المختلفة، واضعة قدمها في الصف الأول للمطبخ السياسي الفلسطيني، ولتقود الكفاح خلال انتفاضة الحجارة في الأرض المحتلة، وصولا لحراسة حلم الدولة التي بدأت تتشكل ملامحها. واليوم لا ينظر لهذا الإنجاز الطويل للمرأة الفلسطينية على أنه تاريخ، بل مسيرة أدت إلى حاضر نسوي فلسطيني مشرف في أروقة المجتمع والنظام السياسي، فلا يوجد هيئة حكومية أو قيادية إلا والمرأة الفلسطينية جزء أصيل مبدع ريادي فيه، من اللجنة التنفيذية للمنظمة وكل التشكيلات الوزارية وعلى رأس الهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وحواضن الابتكار والشركات الاقتصادية والمالية والجامعات، مشكلة إضافة نوعية تضاف إلى سيدات الصبر وتاج الرأس وحارسات الحلم، الشهيدات والأسيرات وأمهات الشهداء والأسرى التي يعبرن عن كل العنفوان الفلسطيني المستدام، حتى تحقيق هدف كل امرأة ورجل فلسطيني في وطن حر وتحت سماء بلا احتلال. الفلسطينية للمرأة الأردنية كل التحية، والتحية للمملكة الأردنية الهاشمية ملكة وحكومة وشعبا في ظل العيد، عيد ميلاد جلالة الملك. تحية لكم، يعني إذا سمحتوا لي ما بنقدر نمر عن المرأة الفلسطينية دون أن نوجه تحية لنساء فلسطين، النساء المناضلات اللي جسدوا دائما صورة بهية في التاريخ العربي، ويعني والكثير من النماذج القيادية اللي على أعلى المستويات أثبتت وجودها ونجاحها الكبير. أيضا كل التحية للنساء في فلسطين والنساء أيضا في مصر وفي العراق، وفخورين دائما بكل النساء العربيات. حقيقة مع الوزير احنا أيضا فخورين، احنا يمكن الحروب اللي مرت على البلدان جعلت المرأة تقاتل، حتى في حربنا ضد داعش كانت كثير من النساء العراقيات أصبحت رمزية لمقاتلة كبيرة، وكرمت في كثير من المهرجانات لما قدمت وحملت السلاح. حقيقة معالي الوزيرة، في هذه الحلقة من برنامج بيت للكل الخاصة بالسيدات والنساء حقيقة، ونحن نبارك لكل النساء في كل بلدان العالم لحقيقة ما قدموا لبلدانهم. كلمة أخيرة من حضرتك لبرنامج بيت للكل ولكل سيدة عربية. يعني تشرفت اليوم بهذا اللقاء الطيب، وإن شاء الله دائما بتضل عمان والأردن بيت يجمع الكل من أبناء وبنات الوطن العربي الغالي علينا جميعا. نتمنى للنساء العربيات مزيد من التقدم والازدهار، ونحن على يعني على مشارف آذار اللي رح يطل علينا بيوم المرأة وعيد الأم، الصورتين الأساسيتين بجسدوا نضال النساء وإصرارهم وثابرتهم واجتهادهم. أمنياتي بمزيد من التقدم للنساء بكل مكان، أمنياتي لنساء الأردن أنه نستطيع وعبر اللجنة الوزارية لتمكين المرأة إن شاء الله هذا العام نحقق المبادرات اللي وضعناها ضمن استراتيجية تمكين النساء في التحديث الاقتصادي، حتى نوصل بنسب مشاركة اقتصادية للنساء الأردنيات وفق
تطلعاتنا ونظرتنا للمرأة الأردنية مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله أن بنكون قدها وبنعول كثيرا ودائما على الدعم الكبير للمرأة الأردنية من جلالة الملك وأيضا من الحكومة الأردنية اللي تولي هذا الملف حاليا كل الاهتمام. أنا لي سؤال أخير قبل ما لنا تختم معنا، لو نظرنا كده للخريطة العربية ومن خلال معالي الوزيرة المجتهدة، كيف يعني لو قدر لنا أن نختار الآن غدا أو بعد غد أن تتبوأ المرأة مراكز أعلى وأقوى، أو أن تتغير الثقافة وتصبح المرأة قادرة في أي مكان هي موجودة فيه؟ نختار واحدة من التنتين. إيه اللي تختاري؟ إيه الأسرع؟ أنا بختار الثقافة بالتأكيد، لأنه أنا بأمن بأنه بالعمل من الجذور ومن القاعدة، وبأنه أي شيء يعني يكون في القمة دون أن يكون له جذور ممكن أنه يذهب. دائما بأمن بالعمل مع القواعد ومن خلال تغيير الثقافة والتعليم والمناهج مرة ثانية جدا أمر أساسي. أكيد. تمكين النساء أهم من وصول بعض النساء. صحيح معاليكي. يعني أنا قبل أن أختم حلقتي لليوم، لكن أنا أعتقد بأنه كان اختيارك نقطة ذكاء لفريق الإعداد في البرنامج حتى نقدم للوطن العربي نموذج لمرأة أردنية قيادية ناجحة، فخورين فيك جدا ومزيد من التميز إن شاء الله. عملتي في كافة المجالات وأثبتتي نجاحك بكل جدارة. أهلا وسهلا فيك والله يعطيك الصحة. شكرا لكم، وبالعكس تشرفت بهذا اللقاء الجميل مع هذه القامات الإعلامية، والله يعطيكم العافية وأمنياتي لكم بالتوفيق دائما. أهلا وسهلا فيك. أهلا مشاهدينا، أيام قليلة ونحتفل بيوم المرأة العالمي، ولنا النساء جميعا أن نحلم بمزيد من العدالة أكثر من أن نستخدم مصطلح مساواة. العدالة في المشاركة بكافة نواحي الحياة، وأعاود وأكرر مرة أخرى، إذا أردت أن تنظر إلى مجتمع فانظر إلى نسائه. دمتم إن شاء الله ودامت نساء العالم بخير وسلام.